بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الفيديو ده هنبدأ نتكلم على داتا تايب جديد في جافا سكريبت. الداتا تايب اللي هنتكلم عنه هيبقى الأوبجكت داتا تايب. كنا قبل كده حضرناه كتير جدا واتكلمنا عنه في السترينج واتكلمنا عنه عن الانتجر وقلنا كل حاجة هتلاقيها أوبجكت في الجافا سكريبت. تعالى بقى نتكلم عن الأوبجكت نفسه ده. الأوبجكت عندنا في جافا سكريبت هو إيه؟ تقدر تقول إن هو إمبلمنتيشن شبه الأري. طب تعالى كده نفتكر ايه هي الاري. لو قلت لك مثلا ان انا عندي كونست ايه كونست اري بيساوي مثلا اري فاضيه، فلو قلت ان انا عندي اول حاجه النيم، النيم مثلا هيبقى احمد، الايج مثلا 19 والبروفيشن مثلا ستودنت. لو كنت عملت كونسول لوج على حاجه زي كده وقلت كونسول لوج على الاري دي، هتلاقي ان هو بيقول لك دي اري فيها الاليمنت الاولاني اللي هو 0، احمد الثاني 19، الثالث ستودنت. الاوبجكت حاجه شبيهه بالظبط زي الاري، بس الاختلاف ايه؟ الاختلاف في ان انت تقدر تخلي بدل الزيرو دي يبقى ليها كي معين، فتقدر مثلا تقول النيم بيساوي احمد، الايج بيساوي 19 مثلا، والبروفيشن يبقى ستودنت، بيبقى مور ديسكريبتيف اكتر. ده اول اختلاف. تاني اختلاف بيبقى تقدر ان انت تاد فانكشنز جواه الاوبجكت ده، بس ده طبعا مش هنشوفها في الفيديو ده لان احنا لسه ما عملناش كفر للفانكشنز. بس الاوبجكت بيبقى حاجه كامله كده تقدر تخليها فانكشنال لوحدها. يعني ايه؟ يعني هي تقدر يبقى جواها بروبرتيز اللي هي في الحاله بتاعتها اللي هي تبقى زي احمد كده مثلا، ده النيم، وجواها ميثودز اللي هي تبقى فانكشنز. الميثودز دي بتقدر انها تانتراكت مع البروبرتيز دي. طب تعالى نشوف ازاي نقدر نكاري اوبجكت عندنا في جافا سكريبت. لو قلت مثلا كونست ماي او بي جي، السنتكس عشان تكاري الاوبجكت ان انت بتستخدم الكري براكتس بالشكل ده. لو عملت كونسول لوج على تايب اوف my obj اكيد متوقع ان انت هتشوف الاوبجكت ده. طيب ده الداتا تايب بتاع اوبجكت، وهو ده فعلا الاوبجكت بتاعنا في جافا سكريبت. اد جواه بروبرتيز ازاي بقى؟ اول حاجه تقدر تقول نيم، ده كده الكي بتاع البروبرتي. كل البروبرتيز اللي بتتحط جوه الاوبجكت بتبقى على شكل الفورمولا دي، الكي بتبقى زي الفاليو. فهنا بتقول له الكي اللي انت عايز تسيفه جواها، هقول مثلا النيم والفاليو بتاعته هتبقى حاجه اسمها احمد. وبعد كده مثلا عندي كان في الايج وده 19، وكان عندي كمان البروفيشن وده كان ان هو ستودنت. طب لو جيت بصيت دلوقتي كده، شلت بقى التايب اوف دي وعملت كونسول لوج على الاوبجكت كله، تلاقي ان هو بيقول لك حاجه شبه الاري بس فيها الايج ب 19، النيم احمد، والبروفيشن ستودنت. تمام، يعني دلوقتي كده موضوع ديسكريبتيف اكتر شويه، عندي كيز اتليست بتعرفني كل اوبجكت او سوري كل فاليو هنا ايه الحاجه دي، يعني الاحمد دي ايه وال19 دي ايه. برضو ممكن ان احنا نحط جواه فانكشنز، يعني هتقدر مثلا تقول ماي ميثود بالمنظر ده وتبدا تكتب فانكشن تعرفها جواه. طيب احنا مش هنكفر البارت ده لان لسه ما خدناش الفانكشنز، بس اتليست انت عارف ان انت تقدر تحط جواه فانكشنز تتعامل مع البروبرتيز دي. طيب لو انا عايز اكسس اليمنت معين جوه الاوبجكت اكسسه ازاي؟ يعني في الاري كان عندنا الاوبشن ان احنا نقول مثلا كونست ماي اري بيساوي مثلا اري فاضيه وفيها مثلا احمد بالشكل ده، فكنت اقول مثلا عايز اكونسول لوج ماي اري دي وكنت بجيب الاليمنت الزيرو، هتلاقي انه بيقول لك احمد بالشكل ده. طب انا عايز اجيبها جوه الاوبجكت. طب لو جيت جربت دلوقتي كده قلت له مثلا بدل الاليمنت الزيرو دي خليتها نيم، هتلاقي انه بيجيب لك undefined لان هو بيحاول يريزولف حاجه زي دي نيم ده على انه كونستنت او فاريبل. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي قلت كونست نيم ايكوال مثلا نيم بالشكل ده، هتلاقي انه بيقول لك احمد. هو بيريزولف ده على ان هو كلمه، يعني ان ده فاريبل موجود عندي بره، فهنلاقي ان احنا بنأكسسه عن طريق ان انت ممكن تقول له ده سترنج اسمه نيم بالشكل ده، هتلاقي انه بيجيب لك احمد بالمنظر ده كده. ممكن تقول له برده ايج هيجيب لك 19، وبرده كذلك بروفيشن هيقول لك ستودنت. طيب دي احد الطرق، واحنا بنستخدم الطريقه دي لو احنا عايزين نجيب حاجه دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني انا مش عارف اسم الانتري اللي انا هجيبها، يعني حاجه هنا مثلا انا ما اعرفش ان دي اسمها نيم، يعني بتتعمل لها ست بس مش انا اللي بعمل لها ست، ممكن حاجه تانية هي اللي بتحط الاسم ده. فبستخدم المنظر ده كده عشان اقول له ده حاجه مش انا اللي عامل لها ست، يعني دي كده دايناميك بتتغير مع الوقت. طب لو هي حاجه ستاتيك زي كده، يعني انا اللي عامل ست لحاجه زي دي اسمها نيم، بتستخدم سنتكس ثانيه ان انت تقول ماي اوبجكت دوت بعد كده تقول له هتلاقي جواه النيم الايج البروفيشن. فيجوال ستوديو كود سمارت جدا في ان هو يفصل لك مثلا، يعني يقول لك ده الاوبجكت ده جواه بروبرتي اللي هي ايج ودي نمبر، جواه بروبرتي ثانيه النيم ودي سترنج،
لو زودها لك كده تلاقي بيقول لك سترينج والبروفيشن سترينج برضه. تقدر ان انت تاكسس كل الحاجات دي. طب برضه حته حاجه كده للادمنستريشن بس، لو قلت مثلا ماي ميثود ودي فانكشن بالشكل ده، هتلاقي ان فيجوال ستوديو كود برضه بيساعدك في الموضوع ده، بيقول لك ان هو جواه ميثود. لو بصينا كده ماي ميثود هنا اهي، دي بروبرتي ان هي فانكشن بس بتريتيرن فويد. هنفهم كل الكلام ده بعدين يعني. اوكي، فممكن نقول له كونسول لوج ماي اوبجكت دوت النيم، تلاقي ان هو برضه بيقول لك احمد. طيب انت كده عرفت ايه هو الاوبجكت، عرفت ازاي تقدر تعمله وازاي تكريته، ايه الفرق ما بينه وما بين الاري، وعرفت التو ويز ان انت تقدر تاكسس البروبرتيز اللي موجوده جوه الاوبجكت بتاعك ده. طيب الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هنبدا ان احنا نتكلم عن حاجات اكتر عن الاوبجكتس والاري، يعني ده هيكون اكتر حاجه بنتكلم عنها في البيزكس بتاعتنا. عشان كده ما تنساش ان انت تعمل سبسكرايب عشان يجي لك نوتيفيكيشن بالفيديو ده اول ما يتعمل له ابلود. هتلاقي في الديسكريبشن السوشيال لينكس بتاعتنا لو حابب ان انت تعمل لنا فولو. اتمنى تكون استفدت بالفيديو ده. شكرا والسلام عليكم.